وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل الجنة التي وعدها الله عباده الصالحين المذكورة في القرآن هي الجنة التي نزل منها آدم عليه السلام؟ نعم، من العلماء من يقول هي الجنة التي نزل منها آدم، ومنهم من يقول إنها جنة في الأرض التي أهبط منها آدم، جنة في الأرض، الله أعلم. الصحيح أنها هي الجنة التي في السماء. نعم.